بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من الأردن عمان، وباعثتها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بأم عبد الله. أم عبد الله لها جمعا من الأسئلة، تقول في أحد أسئلتها: ما حكم إزالة المرأة لشعر وجهها وخاصة منطقة الشارب وكذلك شعر يديها ورجليها بقصد التزين لزوجها جزاكم الله خيرا؟ أما إزالة شعر البدن من يديها ورجليها وغير ذلك فهذا لا مانع منه، وأما إزالة شعر الوجه فهذا فيه تفصيل. إن كان مشوها للوجه وتتأذى به فإنها تزيله، وإن كان شعرا عاديا ولم يشوه الوجه ولا فإنها تتركه، لأنه مختلف في هل يدخل في النمس أو لا يدخل. فتجنب الخلاف مع عدم الحاجة إلى إزالة شعر الوجه أحوط وأحسن. وأما شعر الحاجبين هذا معلوم أن إزالته من النمس أو هو النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، سواء أزالته كله ووضعت مكانه شيئا من الصبغ كما يفعل بعض النساء الجاهلات أو الفاسقات، أو أزالت بعض الحاجب أو شيئا من الحاجب، كل هذا محرم وملعونة من فعلته. وسواء أزالته بالقص أو بالنتف أو بالحلق أو بمادة مزيلة، إزالة الحواجب بأي وسيلة أو إزالة شيء منها محرمة شديدة التحريم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أذكر أنني وعدت امرأة بشيء ولم أعطها إياه، وأنا الآن نادمة جدا، فما العمل علما بأني لا أتوقع أن تتوفر ظروف لرؤيتها أبدا؟ إذا كانت تعذرت رؤيتها فلا شيء عليك في ذلك، وأما إن كانت موجودة فالأولى أن تنفذي ما وعدت من ذلك إذا كان شيئا مباحا وفيه نفع لهذه المرأة، لأن خلاف الوعد من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم هجر، وإذا عاهد غدر. أي خلاف الوعد من صفات المنافقين، فمهما أمكن أنك تفين بالوعد فإنه ينبغي الوفاء به. بعض العلماء يرى وجوب الوفاء بالوعد لهذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إخلافه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لي: ابن صغير يرغب أحيانا أن يتبول أجلكم الله واقفا، هل في هذا الأمر شيء من حيث الحكم الشرعي؟ مكروه البول واقفا، مكروه إلا إذا كان لحاجة. إذا كان لحاجة فلا بأس، مع التحفظ من آثار البول وإصابته للثياب أو للجسم، إذا احتاج إلى أن يتبول واقفا فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يعتقد أنه محرم، شيخ صالح، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لا، ليس بمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بال في بعض المرات واقفا ليبين الجواز، لكن إذا كان هذا لحاجة نعم تزول الكراهة. طيب نعم، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. نعم، من فعل ذلك هل له من توجيه معين شيخ صالح؟ إن فعل ذلك فقد فعل مكروها،
لا يعود إليه إلا إن كان فعله لحاجة، فإنه لا كراهة في ذلك. المكان الذي يفعله فيه هل له من صفات معينة؟ إلا إنه يجب عليه التحفظ من إصابة البول، حتى البول وهو جالس. نعم. يجب عليه أن يتحفظ وأن يرتاد لبوله مكانا رخوا. طيب. لأن لا يتطاير البول عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول. طيب. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وقال صلى الله عليه وسلم استبرئوا من البول فإن عام أو احترسوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، خطره عظيم من الجالس ومن الواقف. واجب على المسلم أن يتحفظ من البول، أن يصيب ثيابه أو يصيب بدنه، وإذا حصل أنه أصابه شيء منه وجب عليه المبادرة بغسله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول كثيرا ما أقرأ كتب الأدعية وأجد أدعية كثيرة أحب أن أدعو بها لأنه يذكر أنها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكني لا أفهم معناها بالضبط، فهل لكم مثلا أن تفسروا لي معنى هذا الحديث الذي وجدته منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قالوا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام الدعاء التالي: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اجعلني إليك أواها مخبتا، اللهم اغسل حوبتي واسلل سخيمة قلبي. هذا دعاء عظيم وهو دعاء بالسلامة من هذه الآفات التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعا بهذا الدعاء عن يقين وإقبال على الله سبحانه وتعالى وتأدب بآداب الدعاء فإنه حري أن يستجيب الله له. إن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم أن يدعو الله موقنا بالإجابة وأن يتحرى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة وأن يكون مأكله وملبسه من الحلال، لأن الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء، وكذلك أن يكون دعاؤه ليس فيه اعتداء إثم أو قطيعة رحم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ترجو الشرح شيخ صالح، هل أذكر الألفاظ وتتفضلون بشرحها أم تشرحونها شرحا إجماليا؟ نعم أذكر. جهد البلاء. جهد البلاء، البلاء معروف وهو الامتحان والذي يمتحن الله به عباده بالمصائب وغيرها، والجهد هو المشقة. نعم. درك الشقاء. درك هو الهلاك. نعم. والشقاء ضد السعادة. نعم. وسوء القضاء، يسأل الله أن يلطف به به في قضائه وقدره وأن يقدر له الخير. نعم. الاستعاذة من شماتة الأعداء. لا شك أن الشماتة أنها شر، وذلك بأن يتجنب الإنسان الأخلاق والأقوال والأفعال التي ينتقده فيها أعداؤه ويفرحون عليه بها، تجنب سيء الأقوال وسيء الأعمال وسيء الأفعال، وإذا ابتلي بشيء من ذلك فليستتر ولا يظهر للناس ولا يجاهر بالمعصية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم اجعلني إليك أواها. أواها يعني مقبلا تائبا. نعم. مخبتا خاضعا ذليلا لك. نعم. اللهم اغسل حوبتي، مراد غسل الخطيئة. اغفر لنا حوبنا. نعم. خطايانا. الحوب هو الإثم وغسله إزالته بالمغفرة والتوبة. نعم. سخيمة القلب، واسلل سخيمة قلبي، ما يكون في القلب من الغل والحقد وسوء المعتقد، يسأل الله أن يطهر قلبه من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ونحن في باب الدعاء والناس في أمس الحاجة إلى أن يتوجهوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى نظارا لما يحيط بهم في كل مساء وصباح، هل هناك من آداب تتفضلون بتوجيه الداعي إليها؟ جزاكم الله خيرا. أشرنا إلى شيء من ذلك. نعم. وأهم ذلك أن يدعو الإنسان بقلب مقبل على الله موقن بالإجابة، لا يدعو وهو غافل ساهي، وإنما يتلفظ بلفظ هو لا يتأمل فيه ويعرف معناه أو يغفل عنه. وكذلك أكل الحلال. الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء، وكذلك الاعتداء في الدعاء بأن يدعو على أحد وهو لا يستحق أن يدعى عليه، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو بحصول شيء له من المحرمات والمعاصي. ولهذا يقول جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. قد يدعو الإنسان بدعاء يضره، أو يضر مسلما، أو يضر أهله وأولاده، فيتجنب المسلم هذه الأمور لئلا يصادف وقت إجابة. ومن آداب الدعاء أن يتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وذلك في السجود، إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من الدعاء في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سواء في الفريضة أو في النافلة. وكذلك الدعاء في يوم الجمعة رجاء موافقة ساعة الإجابة التي قال فيه النبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيها لساعة، إن فيه يعني يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة في يوم الجمعة، لكن لا يدرى في أي، وللعلماء اجتهادات في تحديدها. لكن إذا دعا في كل يوم أو ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة اجتهد بالدعاء، أو في آخر يوم ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، فإنه حري أن يصادفها وهي ساعة إجابة. وكذلك الدعاء في ليلة القدر، والدعاء في يوم عرفة، والدعاء في آخر الليل وقت النزول الإلهي. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهذا وقت عظيم يغفل فيه كثير من الناس وينام في هذا الوقت، فربما ينام عن صلاة الفجر. فكيف يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو النجاة لنفسه ويخاف من النار أن ينام عن صلاة الفجر ويفرط في هذه الساعات العظيمة التي هي ثمرة العمر؟ ليس للإنسان من عمره إلا ما استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه الساعات هي ثمرة العمر. أما أنه يضيع وقته باللهو واللعب والغفلة والنوم، فهذا خسارة عليه، وهو إنما يهلك نفسه بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رغم حاجة الإنسان إلى ربه شيخ صالح في كل وقت، في وقت اليسر وفي وقت العسر، إلا أن كثيرا منا يغفل عن الدعاء، ما رأيكم شيخ صالح؟ هذه خسارة عظيمة أن الإنسان يغفل عن الدعاء ويعرض عن الله سبحانه وتعالى وهو لا يستغني عنه طرفة عين. الله جل وعلا فتح له الباب ودعاه أن يقبل عليه وأن يدعوه، لا لحاجة إليه، ولكن لأن العبد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله لعباده وإحسانه إليهم أنه أتاح لهم الفرصة وأمرهم بدعائه ليستجيب لهم، لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم وفقرهم، وأنهم لا يستغنون عن الله طرفة عين. فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة بربه عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعله من المناسب شيخ صالح أن تتفضلوا بتذكير عباد الله بالآيات التي تحث على الدعاء، كما أوردنا من الآيتين الكريمتين: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قوله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأثنى على أنبيائه فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالآيات في هذا كثير تحث على الدعاء وترغب فيه، وتبين أنه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من شيء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء ورغب فيه، وبين الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها. كل ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم على دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه
إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى من الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج، فهذه رسالة وصلت من اليمن وباعثتها إحدى مستمعاتنا من هناك، تقول أختكم في الله زينب عبد الله أحمد. الأخت زينب تقول: نقرأ 342 مرة سورة الإخلاص، وحينئذ يكون هذا العدد بعدد آيات القرآن وهي 114 مرة، إذا قلنا إن سورة الإخلاص ثلث القرآن. ثم نهدي هذا العمل إلى موتانا في كل يوم جمعة، ونرجو أن يكتب الله لهم الأجر والثواب بهذه القراءة. ما قولكم في هذا العمل؟ هذا العمل غير مشروع من صفته. الصفة الأولى تكرار سورة الفاتحة بعدد آيات القرآن. عفوك شيخ صالح، الإخلاص. نعم، قراءة سورة الإخلاص بعدد آيات القرآن هذا لا دليل عليه، وإنما الذي جاء به الدليل أنها تقرأ هي والمعوذتان بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات، وبعد بقية الفرائض مرة مرة، هذا الذي ورد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، وليس معنى ذلك أننا نقرأها حتى ونكررها حتى تساوي آيات القرآن، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولو أن هذا الذي يعمل هذا قرأ القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص لحصل على ثواب قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ولا حصل أيضا على فضل قراءة سورة الإخلاص. نعم. وأما الصفة الثانية، نعم، وهي إهداء ثواب القراءة للأموات، فهذا لم يثبت به دليل، وما لم يرد به دليل فإنه لا يجوز عمله. والله جل وعلا بين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يهدى للأموات من الأعمال: الصدقة عن الأموات، الدعاء للأموات والاستغفار لهم، الحج عن الميت والعمرة عن الميت، كل هذه أعمال ورد الدليل لأنها تهدى ثوابها إلى الأموات، وما لم يرد به دليل فإننا لا نعمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ما أراد المسلم وإذا ما أرادت المسلمة أن تكون العبادة على طريقة صحيحة، فما العمل شيخ صالح؟ أن تأتي بها على الوجه المشروع. إذا أرادت أن تكون عبادتها صحيحة مقبولة عند الله فإنها تأتي بها على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تجتنب البدع والمحدثات. والأمر الثاني أن تخلص النية لله عز وجل، فلا يكون في العمل شرك لا أكبر ولا أصغر، فإن الشرك يحبط العمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أي الكتب معتمد حتى تكون العبادة صحيحة شيخ صالح؟ الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يبين الكتاب والسنة من كلام أهل العلم. طيب. نعم. بعض أهل العلم إن صح أن يوصفوا بهذا الوصف تجد عندهم أخطاء قد تصل أيضا إلى أخطاء في العقيدة شيخ صالح، ما هو توجيهكم حفظكم الله؟ لا شك أن من العلماء من هم علماء ضلال ودعاة ضلال، فهؤلاء يجب الحذر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إنما يهلك الناس أحد أمرين: إما زلة عالم، وإما جدال منافق بالقرآن. فعلى كل حال يجب الحذر من علماء السوء وعلماء الضلال، ويجب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، أهل التقوى وأهل الورع والعمل الصالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتي الضحى يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي 10 مرات، وفي الثانية فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 11 مرة، استوجب رضوان الله أكبر. هل هذا الحديث ضعيف أم لا؟ هذا الحديث باطل ولا أصل له، وصلاة الضحى سنة مؤكدة لكن ليست بهذه الصفة. طيب. أقلها ركعتان. نعم. وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك ما تيسر له، ثم يسجد، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويعتمد قائما ويطمئن، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر ما ورد، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى
ويكرر ذلك ما تيسر له، ويدعو في سجوده، ويدعو أيضا في ركوعه بعد أن يقول أن يأتي بالتسبيح الواجب، يدعو ويكثر من الدعاء في السجود في صلاة الضحى وفي غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن الكتب التي تحتاج أو الكتب التي تتصف بالصفة الإسلامية كما يصفونها تحتاج إلى تنقية وتنقيح شيخ صالح، ما هو قولكم يحفظكم الله؟ لا شك أن الكتب كثيرة، ولكن الشأن في الكتب النافعة، الكتب الصحيحة التي ألفها أهل السنة والجماعة والعلماء الموثوقون بعلمهم ودينهم. ما كل الكتب يعتمد عليه، فعلى السائلة وغيرها من المستمعين إذا أرادوا أن يقتنوا كتابا أن يراجعوا أهل العلم ويسألوهم عن هذا الكتاب هل هو صالح ويعتمد عليه أو ليس كذلك. فما كل كتاب يؤخذ ويقرأ ويعمل بما فيه، لأن هناك كتب ضلال وكتب تحريف وتبديل وتغيير خرافات. فيجب إن كان الإنسان يعرف أن يميز بنفسه بين الصحيح منها وغير الصحيح، فإنه يجب عليه أن يختار الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ولا يقرأ الكتب المخالفة إلا من باب الاطلاع على ما فيها من شر لأجل التحذير منها. أما إذا كان الإنسان ليس عنده خبرة ولا بصيرة بما في الكتب، فإنه لا يجوز له أن يقرأ في كتاب إلا بعد أن يستشير أهل العلم، إلا إذا كان هذا الكتاب معروفا بالثقة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، الكتب التي خرجها أهل الحديث وأهل المعرفة والبصيرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.